تصفيق وترحيب بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره بشار الأسد، لكن يبدو أن صداهما لم يسمع إلا حيث يبسط الأسد سيطرته. ويقضي المرسوم بعفو عام عن كل الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية داخل البلاد وخارجها، شرط أن يسلموا أنفسهم للنظام خلال 4 أشهر إذا كانوا داخل سوريا، وخلال 6 أشهر إذا كانوا خارجها. احتفت وسائل إعلام النظام ومولوه بالقرار، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو المصالحة واللحمة الوطنيتين. إنه مثير للسخرية ومناقض للواقع، هكذا وصف الائتلاف السوري المعارض مرسوم الأسد. فالائتلاف يتهم الأسد بارتكاب جرائم كثيرة بحق السوريين، كما يرى أن القرار جاء لإيهام الرأي العام ببسط سيطرة الأسد على كامل البلاد. بشار الأسد خارج الشرعية وخارج السيادة، وحقيقة يعني مسألة العفو تتطلب بالدرجة الأولى الإقرار بأنهم قد ارتكبوا جرائم، تحتاج أولا إلى تجريمهم، وهؤلاء لم يرتكبوا جريمة، وهو من ارتكب هذه الجرائم بحق الشعب السوري. أما مقاتلو الجيش الحر المنشقون عن قوات النظام فيرون أن ما قاموا به واجب وطني، ويؤكدون أنهم ماضون في ذلك الطريق حتى تحقق أهداف الثورة التي نادى بها الشعب قبل أكثر من 7 سنوات. بالنسبة للمرسوم الذي أصدره بشار الأسد لا يعنينا بشيء ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب فيه، ونحن كما رأينا بعض أطراف المصالحات في درعا كيف تم اعتقال وتعذيب وسجن، نحن مصرون في هذه الثورة على تحقيق مبادئها في إسقاط هذا النظام بكل رموزه. هكذا إذن يأتي قرار العفو تتويجا لحملات المصالحة الوطنية السابقة في عدد من المحافظات السورية، غير أن ما جرى فيها من حملات اعتقال لا يزال حاضرا في أذهان مقاتلي الجيش الحر.